بقول لهم طبعا بشكرهم بقول لهم يعني سعيد النهارده بالتواصل معاكم، وسعيد النهارده ان انا قدرت ارد على جزء من الاسئله اللي هم طبعا بعتينها، واتمنى دايما يكون التوفيق ليكم والمصداقيه، وتقدموا لنا ان شاء الله كل ما هو يعني يفيد الرياضه الاعلاميه والمصريه، وبشكر كل زوار جول وبتمنى لهم التوفيق. شكرا جدا، أشرف بقى.